افريقي بيعين بكاري جسامة، ده نقلا عن موقع جريدة الوطن. بيعين بكاري جسامة حكما لمباراة الترجي ومازيمبي في دوري الابطال، بيكافئوا يعني. الراجل كان ماشي كويس قوي وزي الفل، وانا قلت لكم امبارح كان ناقص بس يطلعنا لسانه ويضحك يعني، اللي انا الدنيا عادي جدا يعني، لا انا بحكم ضدكم مفيش مشاكل. كان المنظر باين، حتى الزملكاويه علقوا كمان يعني. احنا في الاول وفي الاخر بنقعد نضايق بعض، بنقعد ننكش بعض احنا والزملاء في الاول وفي الاخر، لا بيبقى في حته كده لا بنقول لا يا جماعه ما ينفعش ما ينفعش. ف بيعينوه حكم مباراه الترجي ومازيمبي في دوري الابطال. الموضوع باين كله قدام الجماهير النادي الاهلي، باين كله بشفافيه، خلي بالكم يعني كل حاجه باينه واضحه، والكلام اللي بين السطور ما فيش كلام بين السطور خلاص، كل حاجه باينه واضحه. مش عارفين ايه الهدف، مش عارفين ايه الهدف. الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة عملوا الصح. مش عايزين نتكلم كمان على البدايات بقى، ومش عايزين نقلب في اللي فات، لكن عملوا الصح، واعتقد ان هو عقاب. لكن النادي الاهلي صعب ان هو يتعاقب يا جماعة، صعب قوي صعب قوي صعب قوي، بالاسماء اللي فيه والقامات اللي فيه وحجم جماهيريته، صعب قوي اللي انتوا بتعملوه في نادي كبير جدا دايما رافع اسم مصر لفوق، ودايما بيمثل مصر خير تمثيل، ودايما رموزه او اي حد بيمثله بيمثل مصر برضه خير تمثيل. فيا ريت يا ريت يا ريت نلحق في وقت لسه ان احنا نقول المباراه بجماهير 5000 اعضاء جماعه عموميه ايا كان، لكن خلينا نمشي ويبقى لنا راي واستقلاليه لو سمحتوا يعني، لو سمحتوا.